احمد بيه، اهلا ازاي حضرتك استاذ وجيه؟ اهلا وسهلا، اهلا بيك. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا، اتفضلوا اتفضلوا يا فندم، اتفضلوا اتفضلوا. ميرسي. اتفضل. اشكرك والله، شرفتينا يا نسا مروه. ميرسي. شرفتنا طبعا يا احمد بيه. اشكرك. الحقيقه انا عارف طبعا ان وقت سعادتك ضيق، بس انا كان نفسي اتعرف على حضرتك من زمان. يا فندم ده شرف لينا، زائد يعني ان انا ما اقدرش ارفض الطلب للانسه مروه. انا في الاول طبعا عايز ابدي اعجابي بكتابات سعادتك وبشخصيه سعادتك العظيمه. اشكرك طبعا على ذوقك. هو انا اولا مش عارفه ليه احمد طلب ان هو يقابلك او ايه اللي في دماغه بالظبط، بس اللي انا اعرفه متاكده منه ان مفيش رجل اعمال بيحب يقابل حد الا اذا كان في سبب او مصلحه. طب الاول تشربوا ايه؟ لا لا ولا حاجه، انا همشي على طول اصلا. شوف وجيه بيه، انا هختصر على حضرتك السكه، انا محتاج دعم من سعادتك. معلش ممكن توضح؟ استاذ وجيه، حضرتك طبعا شخصيه معروفه في البلد، شخصيه مهمه طبعا، ده غير علاقاتك الكبيره وثقه قرائك فيك. معلش بمعنى ايه؟ شوف استاذ وجيه، انا عندي شركه صرافه، هي اي نعم لسه في الاول، بس المهم اللي انا عايز اقوله ان مش هو ده المشروع اللي انا عايز استقر عليه. انا في دماغي عده مشاريع عايز ادخل فيها. ايوه زي ايه بالظبط؟ انا عايز اعمل محطه فضائيه. محطه فضائيه؟ طب وانا دخلي ايه؟ وبعدين يعني على ما اعتقد المحطه الفضائيه دي مش هتفيدك في شغلك، هتفيدك في ايه؟ انا شايف ان المحطه الفضائيه مكلفه جدا ومش دايما بتكسب، لا ساعات بتخسر. وما تصدقش الكلام اللي بيقول إن المحطات الفضائية بتكسب مكسب مهول، ده مش دايماً صحيح. بص يا أستاذ وجيه، أنا هجيب لسعادتك من الآخر. أنا عايز أكون شخصية معروفة، شخصية مشهورة، شخصية ليها ضغط اجتماعي على ناس في البلد. حضرتك طبعاً زي ما أنت عارف إن في مشاريع كتير ومصالح كتير ما بتمشيش غير بالشكل ده. طب وانت متخيل ان انت بعد الكلام اللي انت قلته ده انا ممكن ادعمك؟ استاذ وجيه، انا مش بطلب منك حاجه غلط لا سمح الله. انا كل اللي بطلبه ان حضرتك تساعدني اني اعمل اعلام نظيف، اعلام محترم يفيد الناس، غير المشاريع القوميه اللي انا عايز ادخل فيها اللي هي هتفيد البلد قبل ما هتفيدنا احنا اصلا. ان كان كده الوضع مختلف. اكيد. طيب انا مضطر استاذن بقى دلوقتي عشان عندي ميعاد مهم جدا لازم الحقه. هتيجي معايا مروه ولا لا انا عايزه اقعد مع الاستاذ وجيه شويه. طيب اوكي، هسيبكم براحتكم. يا ريت بقى تكلميني لما تخلصي، ويا ريت تعدي عليا في المكتب عشان عايزك برضه. اوكي استاذن. انا شرفت يا فندم. ميرسي. شرفت يا احمد بيه. اتفضل اتفضل اتفضل. شكله شاطر قوي. والله انا كنت متوقعه ان انت هترفض. ليه يعني؟ الحقيقة هو كلامه منطقي وما فيهوش أي حاجة مشينة. طبعا. تعرفي إن أنتِ جميلة أوي؟ هو أنت بتعاكسني؟ لا خالص، أنا عاكس برضو، ده اسمه كلام. تحبي إن أنا أكلمك بصراحة على طول كده؟ يا ريت. بصي بقى، أنا فعلا معجب بيكي ومستخسرك في الشغل عند مدحت. متزعليش يعني مني، مكانتك مش حلوة هناك. وبعدين اللي بيشتغلوا هناك في الشركات دي انا بحس ان هم سوري في اللفظ مش مظبوطين. لا بس الاستاذ مدحت محترم قوي ومظبوط. استاذ مدحت محترم؟ ده على اساس ان انا ما اعرفوش اصلا. والله لو هو مش محترم انا اقدر اخليه يحترم نفسه معايا غصب عنه. لا لا لا، انت فهمتيني غلط، انا ما اقصدش. بص، وانا بحب شغلي قوي معاه وبحترم شغلي معاه، وكل شغل وليه مشاكله وليه الكلام الكتير عليه. انت مثلا كل يوم يكتب عنك كلام اوحش من اللي قبله، وعادي بنكمل. ما احنا لو هنمشي ورا كل واحد بيتكلم علينا هنقعد في بيوتنا ومحدش يعرف عننا حاجه، صح؟ صح، كلامك مظبوط، بس انا يعني كنت حابب احذرك منه يعني عشان تاخدي بالك منه. حاضر، من عينيا هاخد بالي. طب ايه؟ انت ممكن تشتغلي معايا هنا وفي مكانه احسن من اللي عند مدحت. يعني انت مش بتحب الصحافة؟ بكرهها، مش بطيئة. خلاص براحتك، بس كان اسمك هينور وهتبقي مشهورة وتعملي علاقات. والله انا شايفة ان انا اسمي منور من غير اي حاجة، من غير ما ابقى صحفية او اي حاجة، يعني الحمد لله لحد كده. ماشي
ماشي يا أنسة مروة. بابا القمر سابت البيت وراحت قعدت عند ماما. ما أنا عارف، هي كلمتني وقالت لي. بابا كفاية بقى لحد كده، حضرتك تقدر تحل الموضوع. أنا مش عايز أحل حاجة يا ابني، أنا مبسوط كده. مبسوط كده؟ مبسوط إن كل واحد فينا في ناحية؟ بعد ما كان كل واحد فينا عايش جنب التاني تحت سقف بيت واحد؟ كنا عايشين في بيت واحد آه، لكن كنا مش متفاهمين. طب وإيه يعني؟ ما كل الناس كده، مفيش حد حياته مية مية يعني. يا ابني أنت مش فاهم حاجة؟ لا يا بابا فاهم. بابا إيه اللي هيحصل بعد العمر ده كله لو كل واحد فيكم عاش بعيد عن التاني غير القلق والتعب والتوتر؟ أنت وماما عشتوا مع بعض أجمل سنين عمركم. اللي حصل ده ظرف عارض، اعتبره اختبار، وأنت إن شاء الله هتنجح في الاختبار ده وتحافظ على البيت، حتى عشان خاطر لامار حتى. أنت فاهم يعني لو حسيت إني هبقى مبسوط وسعيد لو رجعت مش هعمل كده. وأنت جاي يا بابا تشوف إذا كنت هتبقى مبسوط وسعيد دلوقتي؟ يعني جاي بعد السنين دي كلها وتحسبها دلوقتي؟ هو ده اللي انت مش قادر تفهمه. زمان ما كنتش هقدر احسبها، كنت انت لسه صغير واختك كانت لسه صغيره، كان لازم استحمل كل شيء علشانكم. لكن دلوقتي انتوا كبرتوا بقيتوا فاهمين كل حاجه. على فكره مامتك نفسها مش عايزه ترجع، هي مرتاحه كده. ليه يا بابا؟ ايه اللي حصل؟ انها مصدقه نفسها، عايشه مشاكل جوه دماغها هي وبس، حاسه ان في حاجه عني هي ما تعرفهاش. تسمع كلام الناس اللي بغى، كان كلامي انا لا، اي كلمه بقولها ببقى عايز اسيطر بيها عليها، ونفس الكلام ده لو سمعته من حد بغى بيبقى كويس وعادي. معلش يا بابا، انت استحملتها كتير، ما فيهاش حاجه لما تستحملها شويه كمان يعني؟ لا يا ابني، صعب صعب جدا، انا اسف، لازم تعترف بغلطها، لازم الاول تتغير. أنا متأكد من جوايا إن أنت بتعند أبو سعيد، بس برضه متأكد إنها لو كلمتك هتروح لها جد. أعرف يا سعيد، أنا مبسوط أوي إني بتكلم معاك كده، مش زي أب وابنه، لأ، زي ما يكون اتنين أصحاب. الإحساس ده مش هتحسه إلا لما تخلف، إحساس عظيم أوي يا ابني، ربنا يخليك ليا. ما سألتيش عليا على فكرة. كنت مشغولة قوي والله. ده إيه ده؟ دي رواية هتقريها؟ لا دي رواية بتاعتنا. ضي القمر. حلو الاسم. يعني أهو بحاول. طيب تسمحي لي أقراها؟ آه ممكن، بس أنا كنت عايزة أراجعها مراجعة أخيرة. لا أنتِ ما تراجعهاش، لأنه رأيك مش هبالي أي أساس، لأن أنت اللي كاتبة كل كلمة فيها. أنا أعتقد إن الرواية دي عايزة رأي من بره. تسمحي لي أخدها وأصل عليها وأقول لك رأيي؟ أيوة بس. مفيش بس. شفتي بقى أنا أجدع منك إزاي؟ على فكرة بقى، أنت لو كنت احتجتي لي في أي موقف كنت هسيب كل اللي في إيدي وأنزلك جري. مش زي ما أنت عملتي. أحتاج لك في موقف وأكلمك وتطنشي. بقول لك ايه؟ لو حد سأل عليا قولي له ان انا في الكافيتيريا اللي جنب الدار. كده يا كبير، الكميه كلها خلصانه وما عادش في حبايه واحده ناقصه. كويس. بس انت ايه بقى، خيالك شارخ فين؟ انت مالك؟ انت تعمل اللي انا اقولك عليه وبس يا ميتو، فاهم؟ تمام. روح ابعت لابو كرم. اهلا، ازيك يا متولي؟ ازيك يا مروه، عامله ايه؟ الحمد لله كويس. الحمد لله. سمعت انت هتتجوز في ريال؟ اه بس هي لسه ما ردتش عليا، بس قريب ان شاء الله. ان شاء الله اكيد هتوافق، ما تقلقش، هتلاقي زيك فين؟ عند اذنك. وحشني يا احمد. يا اهلا يا اهلا. تعالي يا مروه، تعالي. قول لي بقى ناوي على ايه بالظبط، عشان انا لازم افهم. ما انا قلت على كل حاجه. لا هو انت في زيك ده، انت مش سهل ابدا.
من فضلك مشيها على نفس الخط بتاعك عشان انا عايز افهم، وصدقني والله انا هنفعك. شوف يا مروه، عشان تشتغلي براحتك في البلد دي، عشان تشتغلي من غير ما حد يعمل لك شوشره في دماغك ولا يتعبك باسئله كتير، لازم يبقى عندك شعبيه. بمعنى؟ بمعنى ان الناس تحبك، تبقي نجمه، الناس تتمنى تتقرب منك. وده بقى مش هيحصل الا لما تشغلي ده. نشغله، بس اتكلمي عن مكشوف، علشان انا بصراحه حاسه ان انت بتلف وبتدور عليا، وحاسه كمان ان انت بتستغفلني. ماشي، انا هجيب عليك على بلاطه. البلد دي فيها ناس اليومين دول عاملين نفسهم خبرة في الاقتصاد وفي السياسة، عمالين يطلعوا يقولوا كلام أهبل، وكل ما يقولوا كلام أهبل الناس تصدقهم أكتر. لا، أنا كده عايزة أفهم أكتر. وجيه ده لسه محتفظ بمكانته، تقيل محافظ على نفسه. صحيح، عندك حق. لما بيطلع في التلفزيون ويتكلم الناس كلها بتسمع كلامه، هو عارف بيقول إيه كويس أوي، وبيبقى كمان عارف رد الفعل قبل ما يتقال. وبعدين؟ انت حظك حلو يا مروه ان انت اشتغلت في شركه كبيره. شركه غيرتك، غيرت لك طريقه لبسك، غيرت لك اسلوبك. وانا متاكد انك بتخططي انك تسكني في مكان تاني خالص غير الحاره. مكان فوق، فوق قوي. كمل. اللي اسمه وجيه ده بقى احنا عايزين نشتغل عليه. عايزين ندعمه، عايزين نغرقه فلوس عشان يرضى عننا، ونبقى مع بعض سوا سوا، نحضر مع بعض كل حاجة، مهرجاناته، اجتماعاته، كده يعني. وهو هيرضى؟ هيرضى، لأنه لو كان عايز يرفض كان رفض من الأول. عشان كده أنا النهاردة كنت عنده، كنت عايز أجس نبضه. وعرفت الآخر إيه؟ مروة، أنا عرفت طريق الفلوس تيجي منين، لكن أصل السلطة. تخيلي بقى مروه، لو انا معايا السلطه والفلوس. طب وانت هتستفيد ايه بمعرفتك بايتن؟ ايتن تعرف مدحت؟ طب ما انا اعرفه. لا، تفرق، تفرق. ايتن منافسه لمدحت، انما انت يعني ما تاخذنيش، لسه صغيره، لسه سكرتيره لمدحت. ومدحت ده بقى من اهم رجال الاقتصاد الموجودين في البلد، ومعرفته مهمة، مهمة أوي. نام على إيه يا أحمد؟ نام على إيه؟ نام أبقى الملك. واو، ده أنت مش سهل خالص. بس خد بالك بقى، لو أنت هتبقى الملك وأنا سهلت لك سكة من السكك، لازم أكون أنا كمان الملك. عايزة تبقي الملكة يا مروة؟ أنا إياه. وبالنسبة لموضوع آيتن أنا هظبطه لك، بس مش عن طريقي. أمال عن طريق مين؟ ميرا عندها اليومين دول، هكلمها عشان مش ملك